من ضمن البلاغات بتاعت النهارده على فكره، ويمكن ده بيتكرر بصفه يوميه، فتاه كانت مخطوبه لولد، وهذه الفتاه من محافظه المنوفيه، كانت مخطوبه لولد وتقررت هذه المأساوي، يمكن رويتها مع حضرتك مره في بورسعيد. النهارده في محافظه المنوفيه، الولد كان خاطب البنت، فعرفوا ان هو الولد بيشرب، بيتناول مواد مخدره، ففك الخطوب، باباها صاحب مطعم راح فكك الخطوبه. الصور اللي عنده وهو خطيبته، هو ركب صور، ركب ودخل باكونت مستعار وشوه صوره البنت، وبعت صورها بقى لمين بقى بالاكونت المستعار ده؟ لخلانها وخالاتها وعمتها وباباها ومامتها. راحوا الناس يقدموا المذكره، يمكن وكانت الست منهاره، يمكن خلال ساعات كشفوا ان ده اللي كان لما عرضوا الاسم، وطلع الولد من مركز القناطر الخيريه. سألت حتى قالوا الولد واتمسك الولد، لا هيتم ضبطه بقى، صدر له طبعا بيتم تقنين الاجراءات، لازم يصدر قرار ضبط واحضار من النيابه العامه، وبعد كده بيتم ضبطه. ده بقى الجماعه بتوع القناطر الخيريه يجيبوه بسرعه بقى النهارده، لازم النهارده طبعا. ده هيتنفذ عليه القانون ده لانه صدر خلاص بقى. خد بال حضرتك، احنا دلوقتي وانا ادعو وسائل الاعلام لابد ان هي نعرض كل هذه المواد طبعا، لازم الناس تعرفها عشان نستعرف ان هي كلها لا مساس بالحق.